أيوة جلس واعطي لمعة. حمود فحمام من دولة الكرمال، عمري 20 سنة، درست تعلمت في دولة الكرمال هون في البلد، وأحب الموسيقى، بحب تعرف كيف غابات وهيك وصلوا لين بتطلع رحل. من وين انت بتغني يا حمودي؟ اللي بغني من جيل وانا صغير، بس بعرفش اي جيل بالضبط، بس زمان زمان كان في مهرجانات في الدالية، ولا مرة سمعنا انك اشتركت مثلا؟ صراحة انا قليل انه ما بشترك مهرجانات وهيك اشياء، لانه شغلي ماخذ عني كثير اشياء، شغلي ماخذ عني. كيف بتشوف مستقبلك من ناحية الغناء حمودي؟ ما حدا بقدر يشوف لقدام. عندك خطة مثلا تعمل ألبوم؟ عندي هسه عم بحضر لألبوم غايب عني، اللي هو هاي الأغنية من كلمات وألحاني، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بصير إشي. أنت درست موسيقى مثلا؟ درست على آلة الجيتار، درست بتوخ كول بس بدائي، مش بطلت خلصت. مطربك المفضل أو أسلوب الأغاني اللي بتحب تغنيه؟ فش حدا معين، بس بحب كتير أسمع لعبد الحليم. سمعنا شيء لعبد الحليم؟ سمعك وش لعبد الحليم؟ أنا لك على طول خليك لي، خد عين مني وطول علي، وخد الاتنين واسأل حلو حمود. احكي لي على الأغنية اللي عم لحنتها، شو اسمها الأغنية؟ غايب عني. غايب عني؟ شو بتحكي الأغنية؟ شو القصة؟ بتحكي إنه اللي بحبها غابت عني، زي أي أغنية اليوم، غياب ومش غياب، أكيد بتحكي عن حب وغابت عنه وهيك. قمت في تسجيلها طبعا، قمت بتسجيل. ممكن تسمعنا الأغنية؟ اللي أسمعك مقطع منها بس. نظر. غايب عني بقاله زمان، شفت الدمع شفت الأحزان، نساني حبيبي نساني الأمان، عيشني بدنيا دنية الأوهام. حلو، من كلماتك حمودي كلماتي والألحان، ألحان لإلك حمودي. كيف بعد مرة مثلا وانت عندك الألبوم اللي راح يصدر، انت عم تقول عم تشتغل على ألبوم، الألبوم بده مثلا تمويل، بده شغل، مين عم بيساعدك في المشروع هذا؟ الألبوم مزبوط انه لحالي عم بسويه، بس عم بسجل انا بالاستوديو، هو اللي كتير يعني كتير بيساعدني، فاهم كيف؟ وصحاب انا وياه اسمه نايف ناطور. سمعنا كمان اغنية كاملة حمودي للمستمعين اللي عم بيشوفوا الفيديو. اغنية ده ايش؟ اي اغنية مثلا بتحب تسمعنا اياها؟ بسمعك اسمها زياد برد. تفضل. انا قلبي عليك مش منك خايف، انا والله انا خوف عليك، خايف عن قلبك تتخلى واكتر من هاي، انا قلبي عليك
هل أسول طلت في عيون جاي من مين؟ من دنيا حلوة في عيونك مع ناس تانيين. هل أسول طلت في عيونك جاي من مين؟ من دنيا حلوة في عيونك مع ناس تانيين. لكن ما عليك رح ضل بعيد وغني أنا قلب عليك. شكرا لك حمودي بالنجاح. شكرا لك. أهلا بك. أيوة جلس واعطي لمعة.